مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم دايما منورينا ومشرفينا على قناتكم قناه الاهلي واستاذكم استاد الاهلي. اكيد طبعا يعني كل جماهير الاهلي دلوقتي مترقبه لقاء الاهلي والترجي في بطوله افريقيا، واعتقد ان ده البطوله او دي البطوله المحببه لجماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي بيسعى وراء هذه البطوله بكل ما يملك. يعني احداث على الساحه الرياضيه ظهرت كان ابرزها طبعا امبارح اعلان الكابتن او نجم الاهلي الاسطوره كابتن محمود الخطيب اعلان ترشحه لمنصب رئيس النادي الاهلي، واعتقد الانتخابات لسه بدري عليها والانتخابات الجو بتاعها سخن. خلينا نبعد عن الانتخابات دلوقتي ونركز في مباراه الاهلي والترقي، اعتقد ده مطلب جماهير النادي الاهلي. طبعا اهلا وسهلا باي حد يا جماعه يخدم النادي الاهلي ويعليه ويزداد النادي الاهلي يعني بيه ان شاء الله كل التوفيق لكل من يجلس على كرسي رئاسة النادي الأهلي. الكرسي ده يعني حاجة كبيرة جدا 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 جدا، إن شاء الله يجلس عليه الأحسن واللي هيزوده واللي هيقنع الناس بيه. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي ولجماهيره ولرئيسه أيا كان مين هو. ده كان الحدث الأهم امبارح واللي تناولته كل وسائل الإعلام، واحنا هنا في النادي الأهلي أو في قناة النادي الأهلي طبعا نوهنا ليه يعني مجرد ما طلع، وإن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم كل التوفيق لكل من يرقص النادي الأهلي. النادي الأهلي زي ما قلنا وبنقول دولة جوه دولة، النادي الأهلي كبير جدا، النادي الأهلي كبير بجماهيره، كبير بمجالس إدارته المتتالية، مجلس بيسلم مجلس كله بيسعى من أجل إعلاء كلمة النادي الأهلي وإعلاء مبادئه وإعلاء كل حاجة فيه بصراحة. يعني كل حاجة فيه لازم تكبر ولازم تكون على قدر المسؤولية. عايز أقول لكم كمان يعني أخبار أن رباعي الشباب يغيب عن مران الأهلي. غاب لاعبو فريق الشباب بنادي الأهلي أحمد رمضان بيكهام وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق عن مران الفريق الأول، والذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وجاء غياب الرباعي بسبب ارتباطه بخوض مباراة بتروجيت مع فريق الشباب في الدوري. الشعلالي يخصص فقرة بدنية للاعبين. أنيس الشعلالي مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خصص فقرة بدنية في مران الفريق الجماعي والذي يقام اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، واستمرت الفقرة حوالي 30 دقيقة من أجل رفع المستوى البدني للاعبين قبل مباراة الترجي المرتقبة في دوري أبطال أفريقيا. زي ما قلت لكم مباراة مهمة جدا 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 للنادي الأهلي والجماهير ولكل حاجة بتنتمي لشعار النادي الأهلي، حاجة يعني مستنينها جماهير النادي الأهلي بفارغ الصبر، مستنين هذه البطولة اللي بتودينا إن شاء الله لكأس العالم للأندية، البطولة المحببة للنادي الأهلي وجماهيره. إن شاء الله الأهلي يكون على قدر المسؤولية. زي ما قلت لكم أنيس الشعلالي بيخصص فقرة بدنية، لازم اللعيبة يكون يعني في قمة الفورمة البدنية والفنية، وإن شاء الله كل التوفيق للكابتن حسام بدري إن هو يختار الأسماء التي تناسب هذه المباراة. كمان كابتن حسام بدري بيعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مران اليوم. كابتن حسام بدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل مران اليوم على ملعب التتش. المحاضرة شهدت شرح حسام بدري لنقاط القوة والضعف فريق الترجي التونسي للاعبين والخطة التي ينوي تطبيقها في المباراة المقبلة. فريق الترجي فريق لا يستهان به بالمرة، أكيد إحنا شايلين همه، وإحنا لو شايلين همه مرة هو شايل همنا 24 مرة. الأهلي فريق برضه اسمه لوحده مرعب، لون التيشيرت بتاعه مرعب، جماهيره مرعبة، أرضه في مصر هنا مرعبة لأي حد. فإن شاء الله لو إحنا يعني خايفين شوية هم خايفين جدا جدا جدا. كمان الكابتن حسام بدري بيعقد جلسة خاصة مع أحمد الشيخ قبل المران. عقد جلسة خاصة مع مهاجم الفريق أحمد الشيخ قبل مران الفريق والذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، واستمرت الجلسة بين الثنائي لمدة 5 دقائق. ماشي، لإعطائه تعليمات خاصة قبل المباراة المرتقبة أمام الترجي التونسي. طب تعالوا نشوف محمد سعيد مراسلنا الجميل من ملعب مختار التتش عنده ايه الجديد. محمد سعيد اهلا بيك.
مساء الخير يا كابتن ميدو، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اخبارك ايه؟ بخير والله، كله تمام الحمد لله على السلامه. و حج مبرور بقى يا كابتن ميدو. ان شاء الله عقبالك يا محمد، ان شاء الله وكل المستمعين والمشاهدين. يا رب باذن الله، ان شاء الله كلنا السنه الجايه نبقى مع العرفات يا رب. يا رب. طمنا عليك، انت في الفورمه لسه ولا ايه؟ ولا الجو حر؟ فتره الجو صعب جدا اليومين دول، خلاص فصل الصيف زي بيقترب من النهايه، ف لازم ناخد بقى يعني نسماته الاخيره قبل ما يحل علينا فصل الشتاء ان شاء الله الفتره القادمه. لكن عايز اقول لك يعني والله الجو حر لكن التمرين كان سخن. يعني انا عايز اقول لك الجو النهارده، يعني انهي اللي كان اسخن؟ نعم، انهي الاسخن، التمرين ولا الجو؟ لا الاثنين درجه واحده، لان الرطوبه كانت عاليه برضه. مش عايز اقول لك التمرين كان اسخن من الجو لان الرطوبه كانت عاليه، بس لا اللي شفته النهارده في التمرين بصراحه يدعو لتفاؤل في حاجات كثيره جدا. اولا طب قول لنا يا محمد اللي شفته ويدعو للتفاؤل، عشان كمان الجماهير اللي سمعنا وبتشوفنا دلوقتي يتفائلوا ان شاء الله معانا بالمباراه القادمه. طيب بدايه انا عايز اقول لك ان خلاص الحمد لله المجموعه مكتمله، الحمد لله في قائمه الاصابات خلية. مؤمن زكريا شارك في التقسيمه الجماعيه، وليد سليمان شارك في التقسيمه الجماعيه حتى ولو كان الجزء الاخير فيها، اتعمل له اختبار طبي والحمد لله شارك. شريف اكرامي ما كانش موجود امبارح في التمرين، النهارده كان موجود في التمرين. تمام. كل العناصر موجوده في مباراه الترجي او تحديدا في القائمه الافريقيه نطمن عليها، موجوده ومشاركه في التمرين، وكانت النهارده الحمد لله متالقه بشكل كبير جدا. يمكن طبعا انت عارف يا كابتن ميدو يعني القائمه الافريقيه او القائمه المحليه، فلازم نختلف شويه في الحديث عن القائمتين، لان في لعيبه ممكن كانت شاركت في مباراه الجيش مش هينفع نتكلم عنها ان مش هتكون موجوده في ماتش الترجي. اكيد اكيد اكيد، زي اسلام محارب وعدد من اللاعبين. لكن القائمه الافريقيه تحديدا المجموعه اللي هنتكلم عليها، احنا بنتكلم في 24 اسم لو استثنينا منهم بس مروان محسن، لانه بالتاكيد مش هيكون موجود في هذه المباراه. ف 23 لعيب في حاله فنيه وبدنيه متميزه جدا. برضه كابتن حسين كان بال 23 كان عامل تشكيلين ووقف التمرين اكثر من مره لتنفيذ بعض التعليمات الفنيه والجمل التكتيكيه. فكبدايه يعني الناحيه البدنيه مميزه، الناحيه الفنيه الكل شارك، فيقدر كابتن حسام اختياراته بكره ان شاء الله لما يتجه للمعسكر ويشارك، يعني يسافر بالقائمه كامله باذن الله، يقدر يوم المباراه يختار افضل 18 باذن الله للتجهيز لهذه المباراه. لكن من متابعه المباراه النهارده كابتن حسام عارف هيعمل ايه في ماتش الترجي من دلوقتي، ومن خلال متابعته للترجي خلال الفتره الاخيره، وحتى المحاضره اللي عملها النهارده هي كانت فيها ميكس كده لبعض لقطات فريق الترجي اخر مباراه ليه في الدوري اللي فاز فيها ب1-0 بضربه جزاء، وحتى مجموعه لقطات للترجي اللي شارك بيها في البطوله العربيه. كل اللعيبه الحمد لله جاهزه، التمرين زي ما بقول لك كان فيه قوه بدنيه. خلينا نجزأ الموضوع يا محمد، عشان انا تبقى مكالمه مطوله معاك شويه، عشان نطمن كل الجماهير اللي ما بتشوفش طبعا المران، انت اللي يعني شاهد على الحدث. خليني بس يعني اخد منك معلومه، يعني لو تعرف تقول لي ابرز النقاط اللي الكابتن حسام بدري اثرها النهارده في المحاضره الفنيه للاعبين كانت ايه لو تعرف؟ اولا طبعا يعني المحاضره الفنيه بتبقى شغل اكتر، بيبقى اللعيبه بتتفرج على فريق الترجي والاداء اللي كابتن حسام عايز يوريه اللعيبه الترجي بيلعب ازاي، والطريقه اللي احنا ممكن نلعب بيها، والتعليمات الفنيه لكل لعيب دوره في الملعب عامل ازاي. وفي نفس الوقت بيتكلم عن بيبقى عباره عن هايلايت، مش يا اما شوط كامل لفريق الترجي على حسب طبعا التحليل الفني او الاداء الفني بيبقى محضر ايه للجهاز الفني في هذه المحاضره، او مجموعه لقطات هجوميه او لقطات دفاعيه لفريق الترجي في الفتره الاخيره. فبتبقى المحاضره الفنيه من الكابتن حسام لمهام معينه للعيبه في هذه المباراه، متابعه فريق الترجي في بعض اللقطات، الاداء الهجومي، الاداء الدفاعي. كل هذه اللقطات بتبقى من خلال اكثر من محاضره، مش محاضره واحده. يعني النهارده كانت بدايه المحاضرات، غدا ان شاء الله في محاضره برضه بالليل لما الفريق يتجه للاسكندريه ان شاء الله هيبقى في محاضره ايضا. يعني خلال الايام القادمه بتتكلم في 3 محاضرات للفريق قبل ان شاء الله المباراه. فدي جزء المحاضره، ازاي بيتابعوا فريق الترجي وازاي بيشوفوا خططه وشكله في الفتره الاخيره، خاصه ان الترجي من الفرق اللي كان بيلعب بتشكيلته الاساسيه في الفتره الاخيره سواء في الدوري او حتى في البطوله العربيه، فكان مفتوح بالنسبه للجميع. تمام، اتفضل نروح للنقطة الثانية. أنت قلت لي النهارده اللاعبين كانوا متألقين جدا في التمرين، كانت في روح عالية جدا، يعني ظهر ملامح المباراة على وشهم من دلوقتي. كمان إصرار الكابتن حسام بدري من النهارده على مباراة الترجي كان شكله إيه؟ أو إيه اللي باين لك الكلام ده يا محمد؟ اللي باين لي الكلام ده إن إحنا شايفين طريقة لعب وتشكيلة
الى نسبه 90% او 95%. كابتن حسام مستقر عليها النهارده لما بيبدا بيقسم الفرقه لمجموعتين، فريق لابس اصفر وفريق طبعا بالتيشيرت الاحمر، والفريق التيشيرت الاحمر زي ما معروف اللي هو التشكيل الاساسي ومحطوط فيه العناصر الاساسيه اللي بتشارك فيه المباريات الافريقيه او مباريات الدوري الاخيره، وبيتم تطعيمها بلاعب او اثنين من المقيدين في القائمه الافريقيه في الفتره الحاليه. فبتعرف بنسبه كبيره ان الكابتن حسام مستقر على التشكيل بنسبه 95%، الا لو خلال التقسيمه بيستبدل لعيب بلعيب، بيشوف تحركاته في مركز معين او اداء دفاعي في طريقه لعبه معينه. فبتقدر انت من متابعتك للتمرين تعرف ان النهارده الجهاز الفني مستقر على التشكيله وطريقه اللعب اللي هيلعب بيها، وابتدى من النهارده بينفذ الشكل حلو اللي هيلعب بيه، وده بيبقى شيء ايجابي جدا لما يبقى الجهاز الفني محضر ازاي للمرحله القادمه. حلو، يعني مش عايزين طبعا نقول التشكيل مين، احنا انت الملعب بيبقى يعني مقفول على قدر الامكان، غير ان احنا في القناه اكيد يعني كل الناس بتسمعنا، يعني بنحاول ان احنا نخلي التشكيل شويه للكابتن حسام، لكن التشكيل مطمئن من وجهه نظرك؟ في عنصرين مفاجاه. في عنصرين مفاجاه، ومفاجاتهم مش في اسمائهم، لان طبعا اسامي كلها كبيره ومعروفه، لكن المفاجاه مفاجاتهم طريقه ادائهم. طريقه ادائهم والطريقه الهجوميه اللي ممكن يلعبوا بيها. حلو حلو الكلام ده، حلو قوي. مين تالق النهارده في التقسيمه بشكل ملفت يا محمد؟ يعني كان في اكتر من تسديده، كان في اكتر من اوفر، يعني طبعا انا عجبني النهارده بصراحه الاوفرات اللي عملها احمد فتحي، يمكن جه منها اكتر من هدف، كانت مميزه جدا. عجبني جدا انطلاق وليد سليمان ومؤمن زكريا داخل منطقه الجزاء وتسديدهم بالراس، يعني النهارده شفنا مؤمن اكتر من مره بيسدد بالراس، وليد سليمان نفس الموضوع لما نزل في الجزء الاخير. الاداء الدفاعي والحسام عاشور وتمريراته الاماميه، لا في كذا حاجه شفناها في التمرين بتديك ثقه ان ان شاء الله مباراه 2012 ان شاء الله باذن الله هتتكرر في برج العرب وفي باذن الله خلال الاسبوع القادم يا كابتن ميدو. يا رب يا رب. مفيش اخبار عن زياده عدد الجماهير؟ يعني ما تتركش لسمعك، كنا بنتكلم ان احنا كان اللواء شيرين شمس بيحاول ان هو يطلب من امن زياده عدد الجماهير شويه اكتر من 20,000، واحنا كنا اتكلمنا في القناه ان يعني مفيش مشكله ان احنا نزود العدد طالما الناس يعني ملتزمه، وقبل كده جربنا والناس ملتزمه قمه الالتزام، شفنا كمان في مباراه مصر العدد كان ما شاء الله كبير جدا وفي نفس الوقت ما حصلش مشكله. يعني في كلام يا محمد ولا الموضوع اتقفل؟ انا طبعا من شويه يمكن من حوالي ساعه انا كنت مع اللواء شيرين قبل التمرين واتكلمت معاه عن المباراه والتجهيزات والترتيبات لهذه المباراه والتذاكر والجمهور. خلاص هو بشكل رسمي التذاكر اتطبعت على 20,000 تذكره وبيتم توزيعها خلاص، والنهارده كان حتى في جماهير بتستلم التذاكر بشكل رسمي او حتى اعضاء النادي من خلال المراكز الموجوده اللي بتبيع من خلالها التذاكر عن طريق بطاقه النادي الاهلي. كان في طلب من فتره لكن ما تردش عليه، لكن التذاكر اتطبعت. هيبقى صعب جدا لو جالك الرد بكره او بعده بزياده العدد، انت محتاج لسه تطبع وتروح مديريه امن اسكندريه وتاخد الاختام، فيبقى الوقت محدود، لكن مش عايزين نعلنها بشكل رسمي او محسومه الا اذا حصل انفراج خلال الساعات القادمه، لكن بشكل رسمي حتى هذه اللحظه هو ال 20,000 اللي تم تحديدها، وطبع التذاكر 15,000 تذكره هيكونوا موجودين بخلاف بقى الدعوات اللي موجوده سواء للاتحاد الافريقي او حتى الحصه اللي موجوده لجمهور الترجي التونسي اللي معمول لهم في حدود حوالي الدرجه الاولى الميم بالكامل، موجوده حدود 250 الى 500 تذكره ممكن يكونوا بالنسبه للترجي التونسي في هذه المباراه. فموضوع التذاكر محسوم بشكل كبير الا اذا خلال الساعات القادمه ان شاء الله يعني تمت انفراجه وتم السماح طبعا مش هقول لك انتلاقي الملعب عن اخره كما بيحدث في مباراه منتخب مصر الاخيره، بس على الاقل يبقى في 30 او 40، لان في رادس عايز اقول لك على مفاجاه، في رادس التذاكر موجوده هناك يمكن تقدر تقول 60,000 خلصانه من قبل المباراه باسبوع. طبعا طبعا انت بتتكلم في نادي اهلي وترجي في بطوله افريقيا في الادوار النهائيه، اكيد الاستاد هيبقى مليان يعني على اخره، طبعا دي حاجه طبيعيه وحاجه متوقعه، عشان كده احنا كنا بنطلب من الامن، المباراه مهمه جدا جدا والدور الجماهير هيبقى مهم جدا فيها، عشان كده ردوا يعني ردوا او او لا يعني بالاجاب او بالنفي يعني مفيش مشكله خالص، عشان احنا نعرف كمان لو في فرصه ان احنا نطبع التذاكر للناس، الناس ما تبقاش متعشمه ان العدد يزيد ونلاقي الموضوع 20,000 بس، فردوا يعني يعني قولوا او لا والموضوع يعني مقبول. بس في نقاط اخيره بس عايز اقولها لك يا كابتن ميدو، النهارده التمرين طبعا كان خالي من الرباعي الفريق الشباب، تمام، توفيق واحمد حمدي واحمد رمضان بيكهام واحمد ياسر ريان. فريق الشباب كابتن مدحت طه اسماعيل طبعا كان يعني اصطحب الاربعه، كان في مباراه النهارده امام فريق بتروجيت، فكانت فرصه ان الاربعه يكونوا موجودين مع الكابتن مدحت في هذا اللقاء الودي، وطبعا احنا عارفين ان الاربعه كمان مش موجودين في القائمه الافريقيه، فبالنسبه للفريق الاول ما عنديش مشكله ان هم يكونوا موجودين مع فريق الشباب، فبالتالي دول غابوا النهارده ما تواجدوش. حتى هذه اللحظات لم يتسنى لنا معرفه يعني اسباب عدم مشاركه حسين السيد في التقسيمه الجماعيه، عشان برضه بقول لك الاخبار كامله. كنت لسه هسالك. يعني حسين السيد ما شاركش في التقسيمه الجماعيه،
فتوجهت طبعا بالسؤال للكابتن سيد، فيعني انا منتظر بس الاجابه نعرف هل في جهاز يعني على حسب بقى الرؤيه الفنيه او حسب تقرير الجهاز الطبي اذا كان في شيء كان بيعوق حسين النهارده عن المشاركه في التقسيمه الجماعيه. بخلاف ذلك لا، كل اللعيبه موجوده ومشاركه، لكن ما فيش اي الحمد لله اي اصابات، الكل خرج النهارده الحمد لله سليم. تمام، يعني طمنا على حاله عماد متعب. عماد موجود، كان بيشارك متواجد في حاله كويسه جدا، وان شاء الله يكون موجود في هذه المباراه حسب رؤيه الكابتن حسام البدري، لكن كل اللعيبه ان شاء الله موجوده بخير الحمد لله. وعماد كان موجود النهارده في التقسيمه، وكان يعني عايز اقول لك متعب في اتجاهه ووليد ازارو في اتجاه، الاثنين الحمد لله بيشاركوا بشكل كويس. هو لا يتبقى في هذا المركز تحديدا سوى مروان محسن اللي ان شاء الله هيسافر في الاسبوع الاول من اكتوبر لالمانيا باذن الله. تمام، يعني بكماني المهاجم الجديد لنادي الاهلي المهاجم الجنوب افريقي، يعني ادى انطباع كويس قوي قوي لدى الجماهير ولدى محبي كرة القدم في مباراة الجونة الودية. كلمني عن انطباعه داخل النادي او مع اللعيبة، اللعيبة انطباعاتها ايه عنه يا محمد؟ عشان برضه اقول لك نقطة بخصوص باكا، يمكن النهارده كمان التمرين ما يعني او المجموعة معظمها اللي مش من قاعدة افريقية ما كانتش بتشارك في التقسيمة الجماعية، وكان من ضمنهم باكا. كان متواجد في تقسيمة كده فردية مع عمرو بركات واسلام محارب. هو سعيد جدا بوجوده في النادي الاهلي، ويمكن من الوهله الاولى هو عارف ان هو موجود في نادي كبير في افريقيا، وهو كان رفض كتير جدا عروض داخل جنوب افريقيا انتظار هذا العرض ان هو يتم بشكل رسمي، لان كان عرض الاهلي بالنسبه له كان موجود من شهر مارس الماضي. فتتخيل من شهر مارس حتى شهر اغسطس او سبتمبر، تتكلم في 6 شهور لعيب بيمني النفس حتى اللحظه الاخيره انه ممكن يكون في انفراجه ويجي النادي الاهلي. فباكا من اللعيبه اللي سعيده جدا في النادي الاهلي ومبسوط، و سأل على اكثر من لعيب، سعيد ان هو موجود اصلا كمان بجوار عماد متعب، شايف ان دي بالنسبه له حاجه كبيره جدا. هو طبعا لسه تمام ال 20 سنه بالظبط من يومين، يعني كان عيد ميلاده بالظبط اول امس تمام ال 20 سنه ما شاء الله. هو بالنسبه له شايف ان في لعيبه كبيره في النادي الاهلي افريقيا من الناس كلها عارفاهم، فشايف ان دي محطه بالنسبه له ممتازه جدا. وحتى هناك يعني نجوم كره القدم في جنوب افريقيا، النهارده كنت بتكلم معاه قال لي نجوم كره القدم في جنوب افريقيا بيوجهوا له تهاني وسعداء جدا بوجوده هنا في مصر واللعب تحديدا في النادي الاهلي. هو شايف ان هو هيكون خيره سفير لجنوب افريقيا. اللعيبه الدوليين اللي كانوا بيشاركوا جوه افريقيا سنه 96 في جوهانسبرج، وكانت الانطلاقه الاولى لمنتخب جنوب افريقيا، اللعيبه الكبيره اللي كانت موجوده في هذا المنتخب موجهه له رسائل. النهارده كان في زياره لسفير جنوب افريقيا، يمكن سفير جنوب افريقيا وجه له دعوه ان يكون موجود النهارده في السفاره، وحتى باكا يعني بيقول انا خدت معايا تيشيرت النادي الاهلي واهديته للسفير. فهو حاسس كمان على المستوى الرسمي او على المستوى الدولي عنده في بلده هناك ان هم مهتمين بيه، وكانه مثلا بيلعب في احد الدوريات الانجليزيه او الدوريات الاوروبيه. فده انطباعه وده كلامه النهارده لما سالته على موضوع وجوده في النادي الاهلي وشايفه ازاي. فاداني ضرب مثلين بالمثل بتاع منتخب بلاده في جوهانسبرج 6-0 اللي حققوا البطوله وازاي بيتكلموا عنه، وايضا زيارته النهارده للسفاره واهداء التيشيرت لسفير جنوب افريقيا في مصر. تمام، هو طبعا كلنا عارفين قيمه النادي الاهلي يا محمد، لكن اللي يعرفها اكتر واكتر الناس اللي هم بره النادي الاهلي، اللي هم بيسمعوا عن النادي الاهلي ونفسهم يشوفوه ونفسهم ينتموا اليه. لكن طبعا هو يعني خير سفير لبلد كبيره وفي نادي كبير قوي كمان وفي بلد كبيره قوي. يعني كمان كنا سمعنا عن عقوبات اتطبقت على الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكلام ده صحيح ولا مجرد كلام؟ انا توجهت للكابتن سيد قبل التمرين على هذا الموضوع، ابتسم وقال لا تعليق، يعني هو قال احنا لا تعليق، وقال كلمه مقتضبه عندنا ماتش الترجي. يعني ابتسام بلا تعليق وعندنا ماتش اهم، ماتش الترجي. يعني الكلام ده صح؟ العقوبه صحيحه؟ يعني ما هو لم يؤكد ولم ينفي. يعني انا طبعا ما اقدرش اقول لك الخبر هنا في النادي الاهلي استلموه بشكل رسمي ولا انا فاهم، ان انا توجهت بالسؤال لكابتن سيد، كابتن سيد تعليقك على الخبر او المعلومه اللي ظهرت النهارده ان في قرار من اتحاد الكوره بتغريمك 20,000 جنيه بناء على تقرير من لجنه الحكام وليس تقرير حكم المباراه، لان المعلومه اللي انا عندي من اتحاد الكوره ان القرار بناء على مذكره اعدها عصام عبد الفتاح ولجنه الحكام وليس حكم المباراه. فكابتن سيد ابتسم لا تعليق، عندنا ماتش مهم. فاعتقد الساعات القادمه من الصعب جدا ان يكون في تصريح رسمي من النادي الاهلي بخصوص هذا الموقف، لان احنا عندنا مباراه اهم وعندنا حدث اهم من هذا الكلام. وده اللي حسيته النهارده حتى في يعني رد كابتن سيد لمباراه الترجي، يعني اعتقد ما فيش اي كلام يقدر حد يتكلم فيه دلوقتي غير المباراه دي، لان المباراه دي بالنسبه لنا هي المستقبل والمشوار الاهم بتاع عام 2017. اكيد اكيد يا محمد، الـ يعني دايما احنا متعودين ان فريق الكوره دايما بيبقى في معزل عن الاحداث الخارجيه، بس انا بكلمك في موضوع ان هو الكابتن سيد عبد الحفيظ كل المواقع بتتكلم ان هو يعني طبق عليه غرامه ماليه 20,000 جنيه زي ما حضرتك قلت كده من لجنه الحكام،
لكن طبعا فريق الكوره في معزل. انا كنت بتكلم قبل ما تدخل معايا على الهواء، وكنت بتكلم في ترشح الكابتن محمود الخطيب والانتخابات اللي بادئه بدري جدا، جوها سخن جدا، لكن فريق الكوره دايما في معزل. وطبعا كل همنا وشغلنا الشاغل دلوقتي هو مباراه الترجي، عشان كده بس انا حابب اتاكد من الخبر، هل هو صحيح ولا مش صحيح؟ انا حبيت اخد تعليم الكابتن سيد على موضوع القرار او العقوبه، هو على طول كان يعني رده كان بالشكل ده، ما يعني ماتش ترجي وكانت ابتسامته يعني، ما لكن يعني اكيد لو في قرار من اتحاد الكوره حتى النهارده اللي هم اعلنوه بشكل رسمي هيوصل للاهلي بكره، يعني ما بياخدش ما بيوصلش في نفس اليوم. على ما بيتم القرار من المدير التنفيذي وبيتم اعتماده من الاداره بيرسل في اليوم التالي. انا عايز يا ريت نتاكد يا جماعه، انا يعني يا ريت يا جماعه في الاعداد يا ريت نتاكد القرار ده فعلا يعني مجرد كلام ولا هو فعلا حقيقه واقعه يعني. اتفضل يا محمد. لكن هو تعليق الكابتن سيد على القرار، يعني هل هو رايه ايه في القرار، بيمتثل ليه او رافض او بينتقد؟ لا، لم يعني لم يؤكد هذه الاجابات تماما، وكان تعليق وزي ما قلت لك يا كابتن ميدو لا تعليق، عندنا ماتش الترجي. تمام تمام، هو طبعا هو اجابته مختصره واجابته يعني واضحه، لكن انا يهمني اعرف انا شخصيا، عشان لو كان كده نعرف نرد، يعني نعرف نرد كقناه اهلي يعني كمتحدثين باسم جماهير النادي الاهلي، لان اكيد جماهير النادي الاهلي مش هتقبل بحاجه زي كده، واكيد كمان النادي الاهلي مش هيقبل بحاجه زي كده. يعني خلينا نتجنب الكلام دلوقتي مؤقتا بس لغايه لما اتاكد من المعلومه، لكن يعني قول لي ابرز. كابتن ميدو عايز اقول لك على حاجه، هو في نقطه مهمه جدا، اذا كان تقرير حكم المباراه لم يتضمن هذه الكلام او هذا القرار اللي صدر به، اذا كانت لجنه الحكام صدرت هذا القرار بناء على مذكره او قالت اوصيه للجنه الزواج بناء على هذا بناء على هذه المذكره، طب اذا كان الشخص اللي صدرت ضد العقوبه وعايز يعترض على هذه العقوبه، هل هناك داخل اتحاد الكوره ما يفيد بان هناك لجان تستطيع ان تاخذ تظلمات او التماسات من الاداريين بناء على قرارات لجنه المسابقات ولا لا؟ ولا القرارات دي تبقى نهائيه وقرارات رسميه بناء على مذكره من لجنه حكام او مذكره من لجنه مسابقات او قرارات من اتحاد الكوره؟ خلينا نتاكد الاول من صحه القرار. بالظبط. بس يعني انا قلت اسالك، يمكن يكون عندك معلومه، يا ريت يا جماعه في الاعداد تقولوا لي المعلومه دي صح ولا لا. يعني قول لي ابرز الترتيبات يا محمد ان شاء الله في الايام القادمه للنادي الاهلي. خلال الساعات القادمه يمكن الاهلي كان خاطب مسؤول النادي الترجي التونسي بخصوص احتماليه وصول رئيس نادي الترجي في هذه المباراه، كما هو عودنا في خلال المباريات السابقه دائما رئيس نادي الترجي بيكون موجود في مباريات الاهلي تحديدا. فكابتن اللواء شريف سامح سالته بخصوص هذا الامر، فقال لي احنا منتظرين اجابه رسميه او رد رسمي من الترجي، لان في ترتيبات اكيد هتحصل بوجود رئيس نادي الترجي، هيكون موجود معاه كمان رئيس النادي الاهلي، فيكون في بروتوكول هيتعمل خلال الايام القادمه او الساعات القادمه قبل مباراه الترجي. الفريق هيتوجه غدا كمان، يمكن مع خبر اخر، الفريق هيتوجه غدا باذن الله بعد التمرين مباشره هنا في التتش الى برج العرب للدخول في معسكر مغلق. الجهاز الفني يمكن يعني بدر شويه بعد التمرين، المفروض يبقى التمرين يبدا على 5:30، بكره ان شاء الله هيكون التمرين الساعه 4:30 عشان الفريق يخلص تمرينه بسرعه ويتجه للاسكندريه، يكون شويه في وضح النهار قبل الوصول لبرج العرب والدخول في احد الفنادق القريبه جدا من الاستاد. وهيكون مجرد الفريق ما وصل ان شاء الله غدا هيكون في محاضره بالليل في فندق الاقامه، وثاني يوم ان شاء الله يوم الجمعه التمرين على ملعب استاد برج العرب ملعب المباراه، والمباراه ان شاء الله يوم السبت الساعه 7. وخلاص خلال الساعات القادمه الكل هيتوجه بقى لاستاد برج العرب والتنظيم ودخول الجماهير والترتيبات اللي هتحصل باذن الله خلال الساعات القادمه. دي اخر الاخبار متعلقه بالاجراءات الخاصه بتنظيم المباراه. الحكام كمان ان شاء الله هيصلوا بكره، الوقت الترجي التونسي متواجد منذ الامس في اسكندريه، بكره الفريق الترجي التونسي هيصل الى مطار برج العرب مباشره، ويمكن ليا انا تواصل مباشره مع رياض بن نور او مع المسؤولين في نادي الترجي التونسي، وجودهم في البطوله العربيه كابتن ميدو، وجودهم في البطوله العربيه افادهم كثيرا جدا 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 في الترتيب لمباراه الاهلي أكيد. يوم السبت القادم أكيد. سواء في معرفتهم بفنادق الاقامه، ملاعب التدريب، الوصول لمطار برج العرب بدلا من الوصول لمطار القاهره، اللي هم كانوا من فتره حاددين ان هم يوصلوا لمطار القاهره ويقعدوا في احد الفنادق القريبه من المطار، ثم يتوجهوا بالباص يوم الجمعه ليله المباراه الى برج العرب. لكن البطوله العربيه اتاحت لهم فرصه كبيره جدا ان هم يعرفوا فنادق الاقامه والمطار برج العرب وتحديد طيران والسفر الى مطار برج العرب لتجنب مشقه السفر ساعتين او 3 ساعات اذا كان الفريق هيتجه من القاهره الى الاسكندريه. اكيد كانت تجربه والخاصه بالتمرين ان شاء الله كابتن. كانت تجربه مفيده طبعا يا محمد زي ما انت قلت، يعني لعبوا كمان على الملاعب اللي هيلعبوا عليها وعرفوا الفنادق وعرفوا المطارات، اكيد يعني كانت تجربه مفيده جدا. محمد سعيد انا بشكرك جدا على كل هذه الاجابات على الاسئله، يعني اوفيت في كل حاجه بصراحه واتكلمت في كل التفاصيل يعني وطمنت جمهور النادي الاهلي. شكرا جدا محمد سعيد مراسلنا الدؤوب، شكرا جدا.
يعني حبيت ان انا اطول مع محمد سعيد عشان انقل لكم الصوره كامله، التدريب اللي حصل النهارده والمحاضره اللي قالها الكابتن حسام بدري، اللعيبه الغايبه، اتكلمنا في كل الغيابات، اللعيبه اللي هتسافر، اللعيبه مروان محسن، يعني كل الكلام اللي حضراتكم سمعتوه، كمان استعدادات اللعيبه والروح البدنيه العاليه او الروح المعنويه العاليه جدا. كمان انيس الشعلالي عامل فترات تدريبيه بدنيه، كابتن حسام عامل محاضرات فنيه، كله بيشتغل على قدم وساق من اجل اسعاد جماهير النادي الاهلي. ان شاء الله يعني يكلل هذا المجهود والتعب ان شاء الله بالنجاح في مباراه الترجي القادمه ان شاء الله والمرتقبه اللي بيستناها كل جماهير النادي الاهلي. طيب يلا نطلع فاصل عشان نستقبل ضيفنا وليد الحديدي. فاصل، استنوا.